السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ إن شاء الله النهاردة أول دروس الوحدة الثانية، وهو درس ذكاء صبي. درس ذكاء صبي بيتحدث عن قصتين منفصلتين ومختلفتين تماما، ولكن بيشترك بين بطلي القصة صفات معينة. الصفات هي الذكاء وفصاحة اللسان أو طلاقة اللسان. نتعرف على أول قصة اللي بطلها الصبي الحسن بن الفضل. دخل الحسن بن الفضل على أحد الخلفاء وعنده كثير من أهل العلم، فأحب الحسن أن يتكلم فضجره الخليفة، معنى ضجره نهره، قائلا: يا غلام تتكلم في هذا المقام؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إن كنت غلاما فلست بأصغر من هدهد سليمان، ولا أنت بأكبر من سليمان عليه السلام حين قال له الهدهد: أحطت بما لم تحط به. ثم ألم تر أن الله فهم الحكمة سليمان؟ ولو كان الأمر بالكبر لكان داود أولى. تعالوا نتعرف على القصة بتتكلم عن إيه. الحسن بن الفضل صبي صغير أراد أن يتحدث إلى أحد الخلفاء، والخليفة هو الذي يتولى خلافة المسلمين ويطلق عليه أمير المؤمنين. كان عند أحد الخلفاء كثير من أهل العلم، فأحب الحسن بن الفضل أن يتحدث إلى الخليفة، فكان رد فعل الخليفة إنه ذجر الصبي. ذجره يعني نهره، يعني بالعربي كده زعق فيه. قال له: يا غلام تتكلم في هذا المقام؟ طبعا غلام يعني صبي، وجمع غلام غلمان أو أغلمة. فقال: يا أمير المؤمنين، إن كنت غلاما فلست بأصغر من هدهد سليمان. هنا الصبي أخذ قصة سيدنا سليمان والهدهد حجة أو برهان على أنه يستحق الكلام على الرغم من صغر سنه. كلنا عارفين قصة سيدنا سليمان لما لاحظ غياب الهدهد دون إذن، وتوعد سيدنا سليمان للهدهد بالعذاب أو الذبح، فجاء الهدهد ولم يتأخر على سيدنا سليمان وأخبره بأنه في مملكة سبأ ملكة اسمها الملكة بلقيس بتأمر قومها بعبادة الشمس والسجود للشمس. كان سيدنا سليمان لم يعلم بهذا الخبر. هذا الهدهد الطائر الصغير قد علم ما لم يعلمه سيدنا سليمان، ولذلك أقنع الحسن بن الفضل الخليفة أنه مستحق للكلام على الرغم من صغر سنه. إلى جانب كمان كانت حجته أنه سيدنا داود أبو سيدنا سليمان كان من الأنبياء، ولكن سيدنا سليمان حظى بالمعجزات التي لم يحظى بها سيدنا داود، فإن كان الأمر بالكبر فلا كان داود أولى، يعني أحق وأقدر. وطبعا هنا واضح جدا جدا فصاحة الحسن بن الفضل، أي طلاقة لسانه وذكاءه الشديد، وبذلك أقنع الحسن بن الفضل الخليفة أنه يستحق الكلام. نشوف القصة الثانية بتاعتي بتكلمني برضو عن صبي ولم يذكر اسمه، ولكن ذكر اسم الخليفة هو عمر بن عبد العزيز. يبقى في القصة الأولانية ذكر اسم الصبي ولم يذكر اسم الخليفة، في القصة الثانية هيذكر اسم الخليفة ولن يذكر اسم الايه الصبي، ولكن هنقول عليه صبي وفد الحجاز. عندما أفضت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز، طبعا كلمة أفضت يعني انتهت، كلمة أفضت يعني انتهت. ولما أفضت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز آتته، يعني جاءته الوفود. الوفود جماعة من الناس مختارة، يعني معروفين إن هم هيروحوا لخليفة المؤمنين عمر بن عبد العزيز. فإذا بهم وفد الحجاز، فنظر عمر إلى غلام صغير السن وقال: ليتكلم من هو أسن منك فهنه أحق بالكلام. هنا زي ما احنا شايفين ان صبي وفد الحجاز اراد ان يتحدث الى الخليفة عمر بن عبد العزيز. طبعا نظر عمر بن عبد العزيز لقى سنه صغير، فقال له: فليتكلم من هو أسن منك فهو أحق بالكلام. هنشوف دلوقتي كيف اقنع الغلام امير المؤمنين بانه مستحق للكلام. فقال الغلام: يا امير المؤمنين، إنما المرء بأصغريه، قلبه ولسانه. يعني الإنسان بأصغر حاجة فيه، قلبه
ولسانه، فإن كان القلب حافظا واللسان لافظا استحق الكلام. فإذا منح الله عبده لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد أجاد له الاختيار، ولو أن الأمور بالسن لكان ها هنا من هو أحق بمجلسك منك. قال له إن كان الموضوع بالسن فممكن يكون حد أكفأ منك وأكبر منك سنا موجود في مكانك. طبعا عمر بن عبد العزيز اقتنع جدا بكلام الصبي وبدأ ينصت إليه، فقال له عمر: صدقت، تكلم. فقال: يا أمير المؤمنين، إنا قدمنا عليك من بلدنا ونحمد الله الذي من علينا بك، وما قدمنا رغبة منا ولا رهبة منك، أما عدم الرغبة فقد آمنا بك في منازلنا، وأما عدم الرهبة فقد آمنا جورك بعدلك. يعني إيه جورك؟ يعني ظلمك. فنحن وفد الشكر والسلام. لما قال له كده، طبعا هنا العبارة اللي تفهموها في الجزئية دي يعني إن الصبي أو صبي وفد الحجاز بيقنع سيدنا عمر بن عبد العزيز إنه مجيء وفد الحجاز له لمجرد إنه وفد شكر وتقدير لخلافته للمؤمنين، وليس رغبة منهم في طلب شيء معين أو رهبة من سيدنا عمر بن عبد العزيز، أي خوفا منه. لما سمع كده عمر بن عبد العزيز قال للغلام: عزني، عزني يا غلام، أي انصحني يا غلام. فقال: يا أمير المؤمنين، إن أناسا غررهم حلم الله وسناء الناس. دي نصيحة غلام أو صبي وفد الحجاز لعمر بن عبد العزيز. قال له إنه كثير من الناس خدعهم صبر الله وسناء الناس. حلم الله يعني صبر الله عليهم. ممكن يكون الإنسان بيفعل كثير من المعاصي وربنا سبحانه وتعالى صابر على هذه الأفعال، وثناء الناس شكر ومدح الناس. ولما لحد يكون فيه سلطة كأمير المؤمنين ما بنقدرش إن احنا نتعامل معاه وحش، فبنضطر نثني عليه، يعني نشكره ونمدح فيه على الرغم ممكن إن احنا نكون مش راضيين على بعض أفعاله. إن أناسا غرهم حلم الله وثناء الناس عليهم. فقال عمر: عزني يا غلام، فلا تكن ممن يغره حلم الله وثناء الناس عليه فتزل قدمك. معنى تزل قدمك يعني تسقط، وتكون من الذين قال الله فيهم: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. فنظر عمر بن عبد العزيز في سن الغلام فإذا له 12 سنة، يعني غلام لم يتجاوز من العمر 13 من عمره بهذه الفصاحة وبهذا الذكاء، وأقنع أمير المؤمنين أنه مستحق للكلام. فتعجب عمر من فصاحته وذكائه. درس بتاعي كده خلص، تعالوا بينا نشوف الأسئلة المكررة على الدرس. أول سؤال: ما الصفات المشتركة بين بطلي القصة؟ واضحة جدا، هي الذكاء وفصاحة اللسان أو طلاقة اللسان. ما موقف الخليفة عمر بن عبد العزيز من الغلام حينما تقدم للكلام؟ نركز قوي، بيتكلم عن أنهي قصة؟ فهو بيتكلم هنا عن الخليفة عمر بن عبد العزيز، يبقى القصة الثانية. يبقى عمر بن عبد العزيز كان موقفه إيه من الصبي عندما أراد أن يتحدث إليه؟ قال له إيه؟ فليتكلم من هو أسن منك فهو أحق بالكلام. أما الحسن بن الفضل الخليفة ذجروا، يعني نهروا. جيم: بما استدل الحسن بن الفضل على أن الصغير قد يعلم ما لا يعلمه الكبير؟ بقصة سيدنا سليمان حين قال له: إن كنت صغيرا فلست أصغر من هدود سليمان، ولا أنت بأكبر من سيدنا سليمان، حين جاء إليه وقال له: أحط بما لم تحط به علما. دال: متى يكون المرء مستحقا للكلام في نظر المتحدث بلسان وفد الحجاز؟ طبعا المقصود صبي وفد الحجاز مع أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. أقنعه إزاي أو كيف يكون الإنسان مستحقا للكلام؟ إذا منحه الله قلبا حافظا ولسانا لافظا. إذا منحه الله قلبا حافظا ولسانا لافظا. بعد كده عندي: مرادف ذكره نهره، أحط علمته، تزل تسقط، مضاد منح منع، حافظا رافضا، وثناء مضادها ذم.
مفرد الخلفاء الخليفة، مفرد صبية صبي، جمع غلام غلمان، جمع أمير أمراء، وجمع لسان ألسنة. نشوف رقم 4، اقرأ ثم أجب. لما أفضت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز آتته الوفود فإذا فيهم وفد الحجاز. ما معنى أفضت؟ انتهت. وما مفرد الوفود؟ الوفد. متى أتت الوفود؟ الإجابة داخل الفقرة، عندما أفضت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز. هشوفكم إن شاء الله بإذن الله في درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.